السلام عليكم. هذه الخريطة وهذا الفيديو موجه بالخصوص لكل ساكنة مدينة تفراوت وسكان الجماعات المجاورة اللي كيجيو يتقدوا عندنا هنا في المدينة. معكم حسن المسؤول على المكتب الصحي الجماعي بتفراوت. كما كتعرفوا سيداتي سادتي أنه من بين المهام والمسؤولية الملقاة على عاتقنا هو السهر على وقاية صحة الساكنة، سواء نتحدث على الجائحة تاع كوفيد 19 أو التصدي أيضا لباقي الأمراض والأوبئة. وتقريبا هذه أزيد من شهر منذ إعلان حالة الطوارئ بالبلاد والمكتب الصحي الجماعي بتفراوت بفريقه الذي بالمناسبة اعتز وفخور بالانتماء والاشتغال معه خدامين ومحزمين في إطار وضع تطبيق وتتبع برامج خاصة للتصدي لهذه الجائحة. الحمد لله اليوم نفتخر بأن المدينة لم تسجل أي حالة، وإن شاء الله عازمون كل العزم على العمل التصدي ورفع التحدي سواء تقنيا وعلميا بتعاون جميع. وفي تخصصنا اللي هو علم الأوبئة كاين واحد المادة تسمى بتقييم المخاطر، واللي كتعتمد على التحديد والتحليل والتقدير ديال الخطر. وماشي بالضرورة أن تقييم الخطر متعلق بانتظار تسجيل حالة الله يحفظ، ولكن الوقاية وأخذ العبرة وأخذ المعطيات والأسباب والنقاط الضعف والقوة من المدن والأقاليم اللي تسجلت فيهم حالة إصابة. لهذا وجدنا لكم هذا الفيديو بشكل مبسط باش نتقاسموا معكم شي معلومات ونقسموا لكم مدينة تفراوت لثلاثة مناطق اللي هما منطقة ذات خطر منخفض ولا ضعيف، منطقة ذات خطر متوسط، ومنطقة ذات خطر اللي هو عالي. نزيد نبسط لكم المعطيات. شوف، عندنا ثلاثة البلايص في المدينة، واحد البلاصة خاصك تعطيها اتساع قدر المستطاع، ونفترض انت فيها خاصك ترد البال وتعرف باللي راك في منطقة الخسران، نسبة الخطورة فيها مرتفعة، اللي منهم كما كتشوفوا الإدارة العمومية والمؤسسات البنكية والمركز الصحي، السوق الأسبوعي، هاد المحال التجارية اللي كتشاهدوا كاملين، حتى حدا المارشي والداخل ديال المارشي. هاد المنطقة بالضبط راه منطقة خطر مرتفع. أما المنطقة الثانية اللي كتشوفوها مصبوغة باللون الأصفر، هنا درجة الخطورة بين وبين، يعني ممنوع الوقوف والتوقف، قد يغارتك أخويا وسير تكمش في دارك. وهاد المنطقة تقريبا فيهم المحلات التجارية المتواجدة في الأحياء وعبر هاد الشوارع اللي مصبوغة بالصفر واللي نسبة الخطورة فيها متوسط. المنطقة الثالثة، من دخلها فهو أمن، ومن خرج منها بدون سبب ملح راك يقلب يجيب الربحة. وهذه المناطق هي دارك ودار الطالب والمدارس العمومية والمساجد والقاعات المغطاة. نزيدكم واحد المعلومة قبل ما نختم، هو أن المدينة كتوفر على ثلاثة المداخل. المدخل الأول اللي كتشوفوا اللي كيتصنف كممر خطر ضعيف، واللي هو جاي عبر جماعة ترسوات، واللي سجل هذا الشهر دخول 20 عربة نقل سلع معدل واحد السيارة على 56 ساعة. المدخل الثاني اللي جاء عبر مدينة تيزنيت تصنف كممر ذو خطر متوسط، لكونه سجل هذا الشهر دخول 177 عربة نقل سلع، يعني بمعدل 5 سيارات في اليوم. المدخل الثالث واللي تصنف كممر خطر مرتفع واللي كتشوفوا دابا، هو مدخل طريق أكادير، سجل هذا الشهر ما مجموعه 299 عربة نقل سلع في الشهر بمعدل 9 سيارات في اليوم. هاد المعطيات كاملة اللي قدمنا لكم هدفها حماية الساكنة والرفع من درجة اليقظة والتتبع، وجعل إن شاء الله مدينة تفراوت مدينة زيرو كوفيد. الوصول لهذه الغاية لابد من تعاون الجميع، تعاوننا وتعاونكم، واحترام هاد المناطق والتقيد بتعليمات السلطات المعنية. وحفظنا الله وحفظكم وحفظ البلاد من كل مكروه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.